إعلام آلي سنة أولى متوسط. الوحدة الأولى مفاهيم عامة. تعريف المعلوماتية. معلوماتية انفورماتيك. معلوماتية كلمة مركبة تعني معلومات آلية. انفورماتيك un mot composé qui signifiait information automatique. المعلوماتية هي علم يسمح بمعالجة المعلومة بطريقة آلية. لكن كيف؟ المعلوماتية هي علم يسمح بمعالجة المعلومة بطريقة آلية وتعتمد على جزئين أساسيين. العتاد لو ماتيريال، الحاسوب وملحقاته، أي كل ما يمكن لمسه. البرمجيات لي بروغرام، مجموعة من الأوامر والتعليمات التي ينفذها الحاسوب لأداء مهمة معينة مثل نظام التشغيل ويندوز والبرامج التطبيقية. مع السلامة.